توقعات إيرادات الشركة في ضوء هذا الطلب العالي على صيانة المحرك؟ شوفي، نحن بداية النصف الأول كانت بداية قوية جدا. إيرادات الشركة وصلت 2,300,000,000 درهم، وتوقعنا أن على نهاية السنة توصل إيرادات المجموعة إلى 4.5 مليار درهم، وهذه بتكون يعني نسبة النمو بتكون حوالي 23% في إيرادات الشركة من مقارنة ب 2023. بس اللي صاير من ناحية الأرقام 2023 من ناحية خطوط الصيانة أو الإنتاجية، نحن قمنا بصيانة 142 محرك على 4 خطوط صيانة، والسنة رح يكون عندنا خط صيانة خامس، وقمنا باستثمار ما يقارب 100 مليون درهم لتدشين الخط هذا اللي هو رح يكون لمحرك الليب اللي هو أحدث، يعني أحدث محرك لطيارات البدن، مش الوايد بودي البدن العريض، إنما النارو بودي. فإن شاء الله توقعنا للسنة أنه يتم صيانة 172 محرك، وفي 2025 أنه نكسر حاجز 200 محرك إن شاء الله. الأسواق اللي بتركز عليها مجموعة سند في الوقت الحالي؟ والله نحن تركيزنا على الأسواق الناشئة والأسواق اللي تكون قريبة على إمارة أبوظبي، من ضمنها السوق المصري. نحن في نوفمبر السنة الماضية وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر للطيران أن نحن بإذن الله راح نستثمر مع مصر للطيران في الورشة اللي موجودة في القاهرة، والفكرة أن نحن يكون لنا مركز إقليمي لصيانة المحركات، نركز فيه على السوق المصري وبشكل أكبر على السوق في المنطقة. شكراً جزيلاً.